أولى هذه القضايا أن يوم عرفة مع يوم النحر هو عيد للمسلمين، ولما كان عيد النحر أكبر العيدين وأفضلهما ويجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل موسى، كانت لهم فيه معه أعياد قبله وبعده، أي قبل يوم العيد وبعده. فقبله يوم عرفة، وبعد يوم النحر أيام التشريق، وكل هذه أعياد لأهل الموسم، كما جاء في الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. خرج هذا الحديث أهل السنن وصححه الترمذي، ولهذا لا يشرع لأهل الموسم عند الحجاج صوم يوم عرفة، لأن هذا هو أول أعيادهم وأكبر مجامعهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام العيد، فها يوم النحر يسبقه يوم عيد لأهل الموسم وهو يوم عرفة، فلذلك نهوا أن يصوموا ذلك اليوم، وقد أفطره النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم عرفة والناس ينظرون إليه.